غطت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على. يسعد أوقاتكم مشاهدينا، نحن حاليا متواجدين بسوق الجزماتية وتحديدا بمحلات الحلويات. كل عام وانتم بخير، مولد نبوي شريف ومبارك. رح نكون معكم نرصد أجواء وتحضيرات سوق الجزماتية بهي المناسبة. مثل ما بنعرف محلات الحلويات وبالأخص مثل ما بيقولوا الملبس والسكاكر، هي المحلات لها خصوصية بهذا اليوم، رح نتعرف عليها أكثر. مرحبا، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا، كل سنه وانت سعيد. انت سهل، ما ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالخير يا رب. يعني هذا المحل اذا فينا نقول هو مقصد يمكن كل زائر لسوق الجزماتيه بهي المناسبه. خلينا نحكي شو بيتقدم بمناسبه عيد المولد النبوي، شو اكثر شيء بياخذوه الناس بهذا الوقت؟ الله يعطيك العافيه، هو اكثر شيء بتاخذ الملباس، مثل ما قلت شايفه هذا الملباس بيتقدم اكثر شيء بعيد المولد النبوي. جرت العادة ومثل ما بنعرف نحن من زمان بيتقدم بينصر بهذا ورق الصر القصدير، هي الطريقة التقليدية القديمة يعني كلياتنا بنعرفها، بصير هيك يعني هي السرة بينحطوا بعلاب وبيتقدموا وبينقرى المولد، وبعد المولد بيتقدموا للمشاركين بالمولد. هلا طبعا بنشوف هلا العملية قديش تقريبا بتستغرق وقت تقريبا، يعني بتعملوا بشكل عادي مثل ما بيقولوا كميات كبيرة ولا بيكون على حسب الطلب؟ هلا نحن بنعمل كميات جاهزة وبتجينا طلبات كمان، يعني بتجي انت مثلا بدك 50 سرة موجودين، ممكن نتوسع على كميات أكبر كمان بيكونوا موجودين على الوقت. يعني هلا موسم الملبس، كل عام وأنت بخير. أنت بخير. لا عم نشوف على الكاميرا عملية التحضير، يمكن وانت عم تشتغل هيك بدي اسألك في شيء جديد دخلتوه مثلا ولا لا لازم تكون بهي المناسبة بهي القصدير التقليدي او هلا هو غالبا هيك عم يكونوا، بس في كمان ورق جديد عم مساوينه، انواع الوان حسب الطلب بقى بصير، بس غالب الورق هيك عم يكون. كمان في شيء طرق جديدة صارت طبعا، يعني مثل اي مهنة صار في تطور، يعني مثل ما لك شايفه هون العلب، يعني هلا هي علب افراح لكل المناسبات بتشتغل، حفلات تخرج مثلا بالعيد، هي من وحي المناسبه عيد المولد صوره المسجد والكعبه بنحط بقلب منها، مثلا مو شرط ملبس، ممكن نحط شوكولا، ممكن نحط نوغا، ممكن نحط، شايفه هون كمان في تشكيله كبيره، وبالاضافه للورق كمان مو بس ورق القصدير. يعني فينا نلف هلا شيء بوحده منا نشوف الشكل الجديد كيف بيلف، اللي صار فيه تول، يعني اقمشه فينا نقول ملونه. ملونه ايوه، تول او غير تول، طالع لنا وحده زكاتها. يمكن في كثير سيدات بيجوا بيشتروا اوقات القطع وهن اللي بيشتغلوا، ايه بيشتغلوا يعني بياخذوا ملبس مثلا بالكيلو، بيكونوا جايبين ورق من عنا او من برا وبيلفوا ببيتهم. نحن عنا شيء جاهز، يعني شايفه صار فيه نحط كمان معه ومع الكاميرا ونشوف كيف بيتم، وهذا الشكل شايفه بنحطه بالورقه هلا هيك، يعني اخذت جماليه اكثر من الورقه. ايوه بس الورق التقليدي مثل ما قلنا هو ورق القصدي، يعني بس تشوف هاي السره لازم فورا تحس انه في المولد النبوي. ايوه يعني هي اخذت الصوره القديمه ولهلا مستمره، شايفه شلون بتطلع بعد اللف. كمان صرنا عم نشوف حتى الملبس ما عاد بس بهذا الشكل التقليدي اللي نحن عم نشوفه، صرنا نشوف ظاهر عنا يمكن تماما، بس انه حتى في ناس هلا صارت تطلبها. هلا في ملبس شوكولا مو لوز بقلبه، تمام، هذا الملبس التقليدي لوز وسكر، هذا في شوكولا، هذا من انواع الشوكولا يعتبر بس مثل الملبس. بيتقدم كمان بهالمناسبه ولا لسه الناس على الشيء التقليدي الاساسي اللي هو السكر اللي بيغلف اللوز؟ اكيد هذا لازم يكون موجود، ممكن الناس تعمل اضافات عليه مثل ما قلت لك الملبس الشوكولا او قطع شوكولا صغيره بقلب السره او العلب اللي ورجيتك اياها، بنحط فيها نوغا، بنحط فيها شوكولا، بنحط فيها ملبس، يعني شغله على حسب الامكانات وعلى حسب الهيئه.
سكاكر كمان. كمان سكاكر. بيقولوا لقمة حلوة هيك الواحد بيحلي تمه وهو عم بيصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم وبارك عليه. تمام هذا الحكي. يعني هيك مثل ما شفنا يمكن سرة الملبس هي فينا نقول عنا أو نسميها هي زينة عيد المولد النبوي. كمان بجزماتية بتتميز بزينتها وتحضيراتها. يعني لحنا هون بالجزماتية متعودين كل عيد من لبسه توبه. يعني برمضان بتجي بتلاقي أكلات رمضان وزينة رمضان وأكلات الحلو تبع رمضان بتختلف مثلا بالعيد. حلويات العيد غير حلويات رمضان، وكمان حلويات عيد المولد غير حلويات العيد. يعني هون تركيز على الملبس، على الشوكولا، على السكاكر، على النوغا. بالعيد بتعرفي مثلا قطع الحلو، الفستق، الكذا. يعني كل شيء له شيء. ونحن هون مثل ما قلت لك متكيفين مع كل الأعياد. وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا يا ميت. أهلين. هيك شفنا معكم كيف بيتقدم الملبس، ولكن مراحل تشكيله رح نتعرف عليها ضمن جولتنا لليوم. خليكم معنا. حالياً متواجدين بقلب المعمل الخاص بتصنيع الملبس، رح نتعرف على مراحل تشكيل هي الحبة الصغيرة لحتى توصل لإيدينا بالشكل اللي بنشوفه. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم. يعني خلينا هيك نتفرج على هذا المعمل الصغير. يعني ما حدا بيخطر على باله أوقات إنه قطعة ملبس قديش بتمر بمراحل. خلينا نحكي على المراحل. إيه تفضل. هلا أول شيء نحن بنشتغل بنحط السكر هون، بنكت السكر لحتى يصير قطر. هاي اول مرحله هون للسكر. تمام بيصير قطر هون بنكته على الحله اللي بعدها. هون بيطلع مقلي زايد، هذا بيتحضر لحتى ينكت. هذا بيتحضر لحتى ينكت للوز. والمرحله الثانيه عندك هنيك اللوز، تحميص اللوز. هدول بتصنعوا مع بعضهم، لازم يكونوا يتماشوا مع بعضهم مشان الحراره يكونوا اثنيناتهم سخنين. هلا هون اللوز. تمام. هلا هون تحميص اللوز، هذا اللوز المحمص. هلا القطر عم يغلي واللوز صار جاهز محمص. المرحلة اللي بعدها هلا بفتوا اللوز هون وبيبلشوا يحطوا قطر. القطر طبعا بنحط على مراحل مو مرحلة واحدة. هلا نحن بنسحب على الوزن، يعني بنشوف قديش بنحط وزن لوز، وبس نحط له سكر بنسحبه على القطر، بنسحبه على الميزان بنشوف قديش لحتى يصير الوزن اللي نحن بيناسبنا بنشتغل على هالقصار. هي بترجع بقى صارت لخبره مثل ما بيقولوا الطباخ اللي عم يطبخ، انه صار بيعرف بيقدر بالنظر انه هي صارت هيك كافيه او لا. هلا هو بيعد كم رميه عم يرمي للقطر لحتى العدد. بده يسحب كمان مشان هلا بيتغربلوا مشان اللوز مشان السكر الخشن يطلع منهم. هلا هي مرحلة هلا هيك على الميزان. شو لازم يطلع لحتى تقولوا انه اوكي صارت بالشكل؟ هلا في نوعين للملبس، في الغبرة وفي القشرة. القشرة بياخذ سكر اكثر من الغبرة. عارفينه هذا اللي عم تشتغله غبرة قشرة. هذا هذا قشرة؟ هلا هذا اللي شايفينه هو ملبس القشرة. هذا بيجي أخف؟ هذا بيجي أتقل سكره شوي. أخف شي سكر للملبس هو الغبرة. غبرة بيشتغل هلا. هي المرحلة الأولى. هي أول رمية قطر. شايفه لسه بيكون اللوز واضح لونه. شوي شوي ببلش بيض لحتى يلبس السكر كامل. تقريبا هاي العملية قد ايه بتستغرق؟ تقريبا شي ساعة ونص. ساعة. هاي الغربلة مشان يطلع هلا في الكسر تبع اللوز، في السكر اللي بيضل خشن موجود بالقطر، هذا كلياته بيطلع منه. مشان يضل الملبس أملس مثل ما بتشوفوا انتم. طيب
هلا هيك بيصنع الملبس. شفنا اشكال هي الملبس التقليدي اللي هو لوز هذا الموالدي طري. في انواع ثانيه من الملبس بتنعمل بنفس هي الطريقه ولا هذا بس؟ لا هلا الملبس اللي بنعمل بطريقه ثانيه هو الملبس الملون، اللوز الملون هذا بنحط له طبقه طحين بعدين بنحط له السكر لحتى ياخذ لون، مشان نقدر نلونه بياخذ طبقه طحين بعدين طبقه السكر. مثل ما انا شايفه لما عم ناخذ حبه الملبسه بتكون يعني هيك لها ملمس خاص وبنفس الوقت سخنه، في مرحله تبريد شيء بتتعرض ولا لا؟ بالعكس ممكن اذا تبردت تفقد. هلا هي مو هلا هن بالعكس العالم بيرغبوها انه تكون سخنه، لما بتنزل سخنه بغري العالم بيشتروها اسرع. هلا هيك شفنا المراحل، بعد عندنا ثلاث مراحل مثل ما قلنا او اربع مراحل. تمام، نغلي القطر، نحمص اللوز وبعدين بنبلش نلفه، واخر شيء الاسقاله لحتى يطلع الحبه ناعمه. اول شيء بيكون فيها خشونه، لحتى تطلع الحبه ناعمه لازم اخر شيء يكون في اسقاله للملبسه. هي كل المراحل هي. تماما، بديك اهلا وسهلا فيكم. يعني هيك اليوم كنا بجوله صغيره شفنا كيف بيتقدم الملبس ودخلنا لجوا المعمل لحتى نفرجيكم هي القطعه الصغيره قديش بتاخذ مراحل لتتكون. كل عام وانتم بخير.